التحدي الأول هو عن إحياء اللغة العربية، وأنا جداً متحمس على هذا الموضوع. أول فكرة خطرت ببالي إنه ليش إحنا ما ندبلج الأفلام الأجنبية إلى العربية، وناطر سيلين تعطيني الأبروفل. مرحبا نور الدين. هاي. كيفك؟ الحمد لله. منيح؟ سعيد. سعيد؟ نعم. في فكرة رح تخلينا بالصدارة؟ هلا راح أقول لك عليها. يلا. أتمنى تعجبك. هلا بالنسبة لفيلم واحد مثلاً تكلم عن اللغة العربية. دورت ملقيت، راح أبين للناس إنه إحنا كشعب عربي أو الوطن العربي ما بندبلج أفلامنا، يعني ليش ما ندبلج الأفلام الأجنبية؟ وراح أرجع على إنه مثلاً أفلام الكارتون اللي إحنا ربينا عليها، كابتن ماجد وهذول الكارتونات الأيكونيك، يعني إحنا ما حسينا إنه هاي شخصيات يابانية أو فرنسية. مزبوط. ليش؟ لأن تكلموا عربي. أوكي، هلا هي كفكرة حلوة. إيه. ومعك حق، لأنه نحنا منتعرف على الشخصية ومنفوت بجوة لشخصية أكتر إذا عم تحكي اللغة تبعيتنا، غير ما أنه نكون هني عم تحكي مثلاً ما بعرف إسباني وأنا عم بقرأ تحت الترجمة. بس أنت مفروض بشي محل تكون you are reviewing something، لا؟ يعني ولا بقى نحكي عن شيء كتير بالإجمال، أنا هذا اللي خايفة منه، لأن هو الموضوع كبير. مزبوط. ما في فيلم واحد يمثله. مزبوط. دا أفكر أنه ما أطلع على الكاميرا إذا حسب السكريبت لسه ما كاتبه، يكون كله مونتاج، يعني مثل يوم المرأة العالمي. يس، مثل يوم المرأة، مثل يوم التمثيل البلدان. أنا موافقة على الفكرة. بس في شغلة كتير مهمة هي إنه ما كتير تخلط أشياء بعضها، يعني كارتون ولا فلومة ولا سيريز ولا كتير أشياء مع بعضها، بهمني إنه يضلوا المسج واصل. طيب الموضوع الثاني، التحدي الثاني. الموضوع الثاني طبعا طلع بالحظ، انا سحبت ورقة ارت اند ديزاين فئة راشد. اكيد ما راح اقدر ارسم مثل راشد، بس بالي فكرة حلوة واقدر اطلع منها في الفيديو حلو. هلا فكرت انه اطلع على سطح معين، سطح عمارة، اخذ صورة بالتليفون ويكون كله ستوب موشن، يعني ايدي تطلع شوي شوي تاخذ الصورة، تطلع صورة معينة وارسم فوق هاي الصورة. لما أنا أطلع مثلاً على عمارة طويلة أتخيل إنه عليها كينج كونغ دي يتسلق. أوكي، الفكرة حلوة، بس وصل لي الآخر تبعولها، الآخر شبولة القفلة. أي. إيه القفلة منا كتير واضحة، يعني طبعاً. أنا ما عم شوف بس كيف عم يخلص الفيديو أو ما عم كيف عم تخلص الفكرة أكتر من الفيديو. يس. سنين قالت لي إنه طلع فكرة من الموضوع، طلع رسالة، بس برأيي مو شرط، يعني ممكن أبقي فيديو مسلي فقط. مرحبا جنان. اهلا، كيفك؟ تمام، منيحه. شو الوضع؟ كيف الاعصاب هذا الاسبوع؟ ماشي الحال. ماشي الحال. يلا خبرينا عن اول فكره اللي هي خاصه باللغه العربيه. اللغه العربيه. بدي احيي اللغه العربيه بالقصيده اللي انا كاتبتها، يعني أوكي. التركيز بده يكون هالمره مو على الفيديو ولا تمثيل ولا شيء، التركيز بده يكون على الكلمات اكثر شيء. اوكي. اما عن التنفيذ فكره انه يكون بمسرح. ليه؟ إنه مثل يوم إحياء اللغة العربية، فإنه أنا صور إنه أنا وعم ألقي، وفي فكرة تانية إنه يكون معي أولاد أو ولدين هنا كمان عم يلقوا بيت من هالشعر، بيت شعر يلقوا والتاني يلقي بيت شعر وأنا كفي القصيدة. بلا الولاد. طيب لحالي. أوكي. لحالك بلا الولاد. التركيز كله على أنت واقفة عم تلقي قصيدة والقصيدة عم تحيي اللغة العربية. أوكي، ما عندي مشكلة بالموضوع. مبسوطة إنه أول فكرة هيك زبطت فوراً، خي فوراً قالت لي حلوة ومتحمسة لبلش شغل وطبق فكرتي، بدي طبقها مثل ما موجودة بخيالي وبلش على قد الواقع، إن شاء الله تطلع مثل ما موجودة بخيالي. والفكرة الثانية، أنت طلع لك موضوع الويلنس صح؟ أوكي، شو عم تفكري تعملي؟ رح أحكي عن شق التأمل، أكيد ما خصني بالتغذية. أوكي. رح أحكي عن موجات الدماغ وفق النشاط العقلي كيف بتكون لما نحن بندخل بحالة الاسترخاء والتأمل.
او لما نحن بنشرب مشروبات الطاقه كيف ندخل بصير موجات دماغنا بموجات جاما كثير بصيروا سريعين، لما ندخل بالتامل والاسترخاء كيف بصير منخفضين. فرح اوضح الموضوع بدقيقه. انا بدك توضحي لنا تنفهم شو من ورا شو الرسالة؟ احنا لما بيسكر مخنا وما بقى بنستوعب شيء بدنا نعرف انه نحن هلا صاروا موجات دماغنا بالالفه مثلا. اوكي هيك فبصير الشخص بيعرف انه لما يشرب مشروبات طاقه او شاي او قهوه بصير موجات الدماغ عنده كثير سريعه اللي هي صارت بموجات جمة. اوكي شوي معقد يعني حاول بسطه. ايه كنت لازم يمكن بسط الموضوع اكثر من هيك بس انا ضليت اشرح لها انه بلكي بتفهم علي انا شو بدي، وانا اكيد بدي اختصر بالفيديو اكيد ما راح احكي كل هدول الشغلات. بس كل شيء بدي اياه انا هو انه فهمت فحوى الفيديو شو اوكي فهمت شو عم جربي تفسري لنا. ايه بس بده يكون سهل للاستيعاب الفيديو. رح اعمل كل شيء فيني عليه واكيد يعني تعب مضاعف وجهد مضاعف عن الاسبوع اللي مضي، وهذا كنت معتبره حالي انه واصله للتوب بالتعب. فهالاسبوع كمان تعب مضاعف لا نوم ولا اكل لخلص الفيديوهات واشتغل قد ما فيني عليهم. شباب صبايا مساء الخير، انا اسمي علي السقا، صحافي لبناني من 12 سنه وروائي وكاتب. انا جاي اليوم لخبركم عن اللغه العربيه واهميه هاللغه وهل هي قادره فعلا تكون لغه عالميه او لا. كلياتكم بتعرفوا اللي بايطاليا اللي بفرنسا اللي بانجلترا اللي باسبانيا اللغه اللي بيحكوا فيها بين بعضهم هي لغه بلدهم اللي بتدل على هويتهم. بس مشكلتنا بشكل كتير كبير بالدول العربية إنه حتى لغة التخاطب اليومية بين العرب صارت الإنجليش، والخطورة هي هون إنه نحن في عنا جزء من هويتنا عم نتخلى عنه بدون ما نحس. للأسف سبب هجرتي صرت أنسى كلمات كتير لأنه بشكل يومي لمدة 7 سنين بحكي لغة تانية غير لغتي العربية، بسهولة إني استخدم كلمة بديلة إلها بكلمة ألمانية أو كلمة إنجليزية. اللغة الإنجليزية صارت موجودة لأنه أمريكا دولة قوية وقادرة تفوت بالاقتصاد وبالمؤسسات وانفرضت هاللغة كلغة تجارية للتعامل بين الناس. فبالتالي لما نحن لغتنا العربية بدأت تصير لغة عالمية بدأت تكون الدول العربية دول قوية وقادرة تفرض وجودها بالعالم. لغتنا هي لغة كتير واسعة، وعد عن أنه كتير واسعة كتير حلوة. اللغة الوحيدة بالعالم يلي بتقدر تأمن لأي شخص بده يكتب إنه يعبر عن الصورة عن المشهد اللي بده إياه بكتير كلمات. ربما إحنا الجيل الجديد كبرنا بعدين شوية على الأصل تاعنا على الهوية تاعنا اللي هي اللغة العربية. يعني إحنا كسوشيال إنفلونسرز كل واحد من باقنا كيف إحنا فينا نساعد بعدم استخدام مصطلحات أجنبية قدر الإمكان ولا شو اللي ممكن توصينا فيه؟ ليه مش مفروض يكون البديل أنه أنت تستخدم بس اللغة العربية الفصحى بشكل دائم؟ لأنه على الأكيد في مصطلحات ما لها مقابل بالعربي نهائي أبدا، لأنه لغة ما قدروا العرب يفوتوها بالتطور وما قدرت تكون لغة علم وتواصل اجتماعي و فمش غلط انه انت بخلال الجملة اللي قد تكون بالفصحى انه تستعمل كلمة ما لها مرادف بالعربي ما بيأثر. ممكن تعطينا مثال؟ الرافتنج. اوكي بالعربي ركمجة. ركمجة؟ اوكي هاي اذا كنت انت عم تكتب مقال بجريده وقلت ركمجة ولا حدا رح يقدر يفهم عليك شو هي. بس انت كاتب مقال 500 600 او 1000 كلمه قطعت بيناتهم كلمه درافتنج رح يعرف شو هو درافتنج. ما طول في شباب بيفكر باللغه العربيه وما طول في شباب مثلنا يحاول ينشر اللغه العربيه قدر الامكان فاللغه العربيه بخير. طيب بتمنى هالشي يكون فاتكم شوي و
بقدر توصلكم أنت لغتنا العربية حلوة وجميلة، ورغم اختلاف اللهجات بين الشعوب العربية بعدها اللغة قادرة تكون صلة تواصل جيدة ومهمة. هيدا الأسبوع غير كل الأسابيع لأنه عنا تحديين، وهذا الشيء رح يكون مهمة صعبة لإلنا لأنه بفيديو واحد كنا عم ناخد كتير وقت لنخلص، فيعني رح نعمل جهدنا كرمال نقدر نقدم فيديوين واتنيناتهم يكونوا حلوين. الموضوع الأول هو أحياء اللغة العربية. كتير تفاجأت بهذا الموضوع لأنه يعني ما خص بولا شيء بعمله أنا، يعني ولا ممكن بحياتي كنت فكر أقدم فلوغ على هذا الموضوع. يلا في فكرة؟ في ايه ما في غيره صراحة. قولي لي. هي الفكرة أنه أحكي عن تجربتي الشخصية باللغة العربية، بما أنه أنا معلمة بمدرسة وجامعة فرنسوية. فأنا أول لما سيرت المهنية بالعيادة يعني كان يجي عندي عالم أعطيهم أنظمة غذائية مثلاً فرنسية وإنجليزي عربي، عرفتي؟ وما كانوا كتير يتقبلوا الموضوع، يعني في عالم ينفضل أنه يكون كله مكتوب بالعربي. فأنا بدي أحكي عن هالتجربة وأنا كيف نبشت، يعني رحت عملت ريسيرش عن كل نوع مثلاً أكل أو أنا بلاقيها غريبة بالعربي، نبشته وصرت I included it. بفضل انه ما تفوت تجربتك الشخصيه، رح اقول لك ليه، لانه بهيدي التجربه ما عم نوصل احياء اللغه العربيه، خليكي مركزه على موضوع واحد وعلميني اشياء جديده، العالم مثلا يمكن ما بتعرفها، مثلا العالم ما بتعرف انه الكمومين هي بابونج، الفيرفان انا ما بعرف شو الفيرفان بالعربي، مثلا شفتي عم نحكي عن شيء طالع من عنا بس انه كلنا بنسميه باسامي غير اسمه ولا غير اسمه العربي. فليش لازم نعرف انه هذا اسمه هيك وهذا اسمه هيك وهذا اسمه هيك، فساعتها بتطلع حلوه الفكره. ثاني فكره، انت شو طلع عليك دخلك؟ ترافل. اوكي خبريني. انا اصلا هيك بحب المغامره والسفر وهيك، وقبل مسافره على بلدان اوروبيه ففكرت بثلاث اشياء هيك، ثلاث مغامرات، كانه يعني هو سفر مغامره. مزبوط. وهالثلاث مغامرات هن اول شيء ببولندا في ثريلينج اكسبيرينس منجم ملح، بتنزل على عمق 200 متر، في متاحف، في صالات، كله تحت؟ كتير كتير غريب. تحت يعني. ثاني شغله هي بايطاليا البندقيه، كمان زايرتها مرتين، رح احكي يعني انه بيعملوا فيستيفال الاقنعه، عندهم يعني كمان مثلا دانتيل، في الاكل، في الاشياء الميرانو اللي بتشتريها من عندهم. ثالث وحده هي موسى ميشيل، المد والجزر، هيك بتحس حالك انه جاي على محل خيالي. وكمان في شيء مشهور فيه، هو في مطعم كثير كثير هونيك مشهور فينا احكي عنه، بيقدم لك عجه على الخشب، على النار الخشب. اوكي. كثير معلومات بدقيقه واحده. اوكي. انا بس بدي اطلب منك انك ترجعي تشوفي شوي، يعني channel your ideas، انه مثلا اذا بتحبوا الادفنتشر نانانا روحوا على بولندا، في هذا الشيء فيكم تعملوه. فاذا بدكم تروحوا هيك انه استرخاء وهذا، بتروحوا ساعتها على فينيس فيكم تعملوا هيك وهيك وهيك. اذا مثلا ديسكفري فيكم تروحوا على اكتشاف مون سان ميشيل ولا باري ان جنرال مع مون سان ميشيل، فيكم تعملوا هيك وهيك وهيك وهيك. فساعتها بتكوني انت قسمتي لثلاث اشياء، كل شغله لمحبي السفر، اللي بيحب الادفنتشر، اللي بيحب الاسترخاء، اللي بيحب الاكتشاف مثلا. صح. اوكي. وكل وحده منهم بتاخذنا لمحل. اكيد رح ياخذ بنصيحه سالين واختصر الموضوع، لانه اذا كثير بدي احط معلومات يعني بصير الشخص اللي عم يحضر بديع، يعني انا ما بدي اروح. فانه قررت اقسمهم على ثلاثة اقسام لكل نوع مسافر رح اعطي نصائح. هاي. اسمي انا لويس يمين، انا شيف طباخ بالمطبخ، واليوم بدي اعلمكم كيف بيعملوا فود فوتوغرافي، لانه كلنا بنعرف انه على السوشيال ميديا كل الناس بتحب تشوف شو غير عم تاكل، ونحن بنحب نصور اكلاتنا، واكيد اذا انتم بتظهروا بتروحوا على مطاعم كذا بدكم تصوروا الاكل تبعكم. سو اليوم بدي اعطيكم انا كم تيب على كيف بيعملوا هذا التصوير. اول ما فات لوي وعرفنا على نفسه وقال اني شيف وفود فوتوغرافر، انا جدا فرحت.
قلت يس رح ناكل اكل طيب ورح نتعلم. وانا كثير انبسطت عندي فرصه اليوم انه اشوف فود فوتوغرافر ويعلمني هيك كيف اخذ الصوره، لانه هذا الموضوع كثير بهمني ومهم كثير للسوشيال ميديا للانستغرام تبعي. تنعمل الصحن اللي بدنا نصوره اليوم بدنا نطبخه، وانا جبت معك مشقفه لحم بدنا نشويهم اليوم، نعمل فود ستايلينج نرجع نسوي. جاهزين؟ يس يلا ليتس دو ات ليتس دو ات. نعمل الصحن اللي بدنا نصوره اليوم بدنا نطبخه، وانا جبت معك مشقفه لحم بدنا نشويهم اليوم، نعمل فود ستايلينج ونرجع نسوي. جاهزين؟ يس يلا ليتس دو ات ليتس دو ات. سو هلا اول شيء حمينا البان، لانه زيت الزيتون ما لازم نحطه هي والبان مسقع، لازم دائما تكون محميه. هلا بدنا نعمل سيزنينج للحمه اكيد من الميلتين. اول ما الزيت يبلش يدخن يعني صار جاهز، بدنا نحطها دائما بعيده عنا هيك هالميل. And now we wait 2 minutes on each side، دقيقتين على كل ميله. بدا يطبخ لوي، الريحه بدات تطلع وتحمست بزاف بس نشوف كيفاش راح يكون الشكل النهائي. قول بالنا. انا عاده دائما اوصيها well done، يعني الميديوم رير احسن. حسب القصه، اذا القصه مبينه طازه ونظيفه حرام تاخذها well done. اذا انت برايك اللحمه مثلا عم تاكلها ببرجر او عم تاكلها مفرومه مفضل تكون well done. انا برايي هيك صراحه. انا بعيد كل البعد عن الطبخ، بس احب الاكل هوايه، يعني تجربه جديده. هلا بدنا نعمل شيء شوي مش كل الناس رح ينبسطوا فيه، بس انا بفضل زيت زبده على اللحمه. هيدي بسموها بيستينج، يعني عم نسقيها بيقولوا بالعربي. هول صاروا جاهزين. شو هي الصوص رح نستعملها مان؟ الصوص اللي رح نستعملها اليوم اسمها تشيميتشوري صوص، اللي هي بامريكا اللاتينيه بيعملوها اكثر شيء، ومعموله من اعشاب جبليه. رح تكون لونها اخضر، فيها زيت زيتون، فيها ثوم، بصل وخل. تشيميتشوري اول مره بسمع فيها، فحبيت ان تعرفت على شيء جديد اليوم. هلا بدنا نحط اللحمه هون، بدنا نقطعها نحط عليها الصوص ونعمل بليتنج. شيء اسمه بليتنج اللي هو نحط نزين الصحن، نحط شويه بطاطا مقليه والصوص. المهم ما يبين الصحن انه معمول على البكله، يعني لازم الشخص اللي عم يشوف الصوره يقول انا فيها اعملها. لازم تكون عفويه ولازم تكون منا بيرفكت، هيدا المهم. يعني بداله يحط في الاشياء والاكل قدام بعضها، يستف الالوان وكلش. بصراحه عرفت ما باللي فنان 100%. في كولرز معينين يعني مثلا بتركز عليها، مثلا هلا اصفر لون اللحمه والاخضر، يعني بتجرب تاخذ نفس الالوان ولا كيف؟ سؤالك يعني صبتيني على القد. انا برايي لازم يكون في ثلاث الوان بالصوره، اذا هول الثلاث الوان موجودين بالنسبه للصوره نجحت. اللي هن الاحمر او شيء خصه بالاحمر، يعني هون عم نشوف اللحمه، الاصفر والاخضر. اذا فيها الصوره احمر اصفر واخضر انا برايي زبطت. انا بكل صوري بجرب حط هيدا الالمنت بالصحن. عاده انه بتحس حلو تستعمل مثلا خشب، طبليه خشب، او مثلا تكون باك جراوند ابيض، او يكون بليت مثلا حلو. انا شخصيا بحب استعمل الطبليه او الخشبه على الصحن. اذا كان اذا عم بعمل لحمه او دجاج او شيء، لانه يعني مثل ما عم تشوفي بيعطي نتيجه حلوه، بيعطي يعني الكونتراست بين البروتيين اللي عم نعملها اللي هي هون بهالحاله اللحمه، وبيعطي مثل شيء اسمه راستك فيل. وبفكر هذا الناس انه يعني بحبوا بنبشوا عليه. اكزاكتلي. سو هلا بدنا نروح على الطاوله برا ونعمل الفود فوتوغرافي سيشن. جاهزين؟ يس يلا. شهاني بزاف باش نذوق الاكل، وشهاني باش نشوف الصور كيفاش راح يكونوا في الاخر. هلا جهز الصحن، جهز الستيك، بدنا نصوره. اهم شيء بالصوره بالنسبه لي هو نكون نلاقي اضاءه طبيعيه مش اضاءه اصطناعيه. اذا عندكم اضاءه طبيعيه هذا بيكون احسن شيء، يعني انا دائما بفضل يكون حد الشباك وتكون الشمس مش ضاربه دغري على الصحن. وهلا بدنا نعمل شيء اسمه بليتنج. هلا هون نحن مزبطين الصحن قد ما فينا، بدنا نجرب نعمل يعني كأن هلا رح ناكل، يعني بنحط من هون، في شخص هون رح يفوت معنا بالدق. احنا عاده نحط الاكل وناكل بدون ما نفكر مرتين بالصوره، بس الظاهر انه لازم واحد يهتم بالالوان، يسوي ثيم معين للصوره مالته. وهلا بدنا نطلع صديقنا وبدنا ناخذ الصوره بالسمارت فون.
كيف نحط زاوية التصوير مثلاً للستيك؟ من فوق، من الجانب؟ الستيك إذا مثل هيدا بدنا نشوف كيف هو نحن من جوا وشو فيه بالصحن، بفضل الصورة تكون من فوق. إذا كان ساندويتش أو برجر أكيد بدنا ناخد غير أنجل، يكون أنجل يعني داخل الصحن. إكزاكتلي، مزبوط. كم صورة تأخذ للبلايت قبل ما تقرر دوان؟ أوه هون قد ما بيساع تليفونك بدك تأخذ. لا يعني أنا تقريبا بأخذ يمكن 20-30 صورة بكل أنجل وبعدين بنقي الأنجل اللي أنا بدي إياه، بعدين بنقي صورتين من هال 20-30 صورة بزبطهم اثنينهم بعملهم بوست إديتينج اثنينهم برجع بنقي واحدة منهم. واو. يعني البروسيس كله قد يأخذ التصوير؟ ليك البروسيس كله بياخد حوالي 3 ساعات، عم بحكي من البريبريشن، الطبخ، البليتينج، الفود ستايلينج، الفوتوغرافي والاديتينج والبوستينج والكابشن، 3 ساعات. انه قد ايه هالموضوع انا كنت مفكرته بسيط انه يلا شو ما ناكل صورنا ونزلنا، بس لا عن جد طلع القصه بدها تكتيك، وانصدمت انه بياخذ شي 20 صوره للاكل، وبعدها بياخذ اثنين منها احلى شيء بيعمل عليهم تعديل كثير وبيختار وحده منهم. جايز ان شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم، ويلا تفضلوا. تفضلوا. كثير حبيت اللقاء مع لوي، هو واحد من اللقاءات المفضلة عندي. جداً مبسوط بلقاء لوي وشبعان، الستيك اللي أكلناه طيب وبنفس الوقت استفادت كثير.